فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدعاء بعد الأذان وقول سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، هل هذه الكلمة سيدنا هل لها أصل؟ نعم، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم، لكن هذه لا تقال في الأذان، لأن ما وردت أنها تقال في الأذان ولا في الإقامة ولا تقال في الخطبة كلمة سيدنا، لأنه ما ورد هذا، وإلا فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم. نعم، لكن الكلام على الوارد. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.